فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟ وهل هناك فرق بين كون القبر في قبلة المسجد أو لا؟ لا يصلى في المسجد الذي فيه قبر، ولا تصح الصلاة فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور وإليها، ونهى عن اتخاذ القبور مساجد يعني مصليات. فإذا كان القبر متصلا بالمسجد في أي جهة من جهاته فهو مبني على قبر، لا يصلى فيه. نعم.